السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في التمرين الثالث من سلسلة التمارين حول المتتاليات العددية. حساب U1 و U2. إذا أسئلة سهلة، نبدأ ب U1، نعوض N بصفر لكي نحصل على U1. إذا U1 تساوي الجذر ديال 1 على 2 U 0 زائد 1، ونعلم أن U 0 تساوي 2، إذن U 1 تساوي جذر 1 على 2 مضروبة في 2 أس 2 زائد 1، إذن 2 أس 2 هي 4، 4 على 2 هي 2، إذن نحصل على جذر 3. مطلوب كذلك حساب U 2، إذن U 2 نعوض N ب 1، إذن فنحصل على 1 على 2 U 1 مربع زائد 1، إذن U 1 حسبناها هي جذر 3، إذن هي جذر ديال جذر 3 أس 2 على 2 زائد 1. جذر 3 على أس 2 هي 3، إذن هي جذر 3 على 2 زائد 1، إذن نوحد المقامات، مقام 1 هو 2 على 2، إذن هي جذر 5 على 2، إذن U 2 تساوي جذر 5 على 2 و U1 تساوي جذر 3. السؤال الثاني، لتكن فإن المتتالية العددية المعرفة بما يلي، فإن تساوي UN مربع ناقص 2 لكل N من N. إذن بين أن فإن هندسي محدد أساسها وحدها الأول. إذن لكي نبين أن فإن، إذن لنبين أن فإن هندسية، إذا لكي نبين أن فإن هندسية نجد علاقة بين فإن و فإن زائد 1، إذا سنلقى بأن فإن زائد 1 تساوي Q اللي هو عدد حقيقي مضروب في فإن، إذا ننطلق دائما من فإن زائد 1. إذا حسب التعبير احنا ديجا عندنا فان تساوي UN مربع ناقص 2، إذا فان زائد 1 تساوي UN زائد 1 ناقص 2، نعوض UN زائد 1 بقيمتها كما عطيناها لنا في التمرين. إذا جذر 1 على 2 UN مربع زائد 1 أس 2 ناقص 2، إذا الإثنان غتمشي مع الجذر، غتبقى لنا 1 على 2 UN مربع زائد 1 ناقص 2، إذا هنا 1 على 2 UN أس 2 زائد 1 ناقص 2 هي ناقص 1. إذا بالنسبة لينا حنا شنو كنشوفو، كخصني نلقى علاقة ما بين فان زائد 1 خصني نلقاها كتساوي لنا عدد في فان، وحنا كنعرفو بأن فان تساوي UN مربع ناقص 2، إذا UN مربع يعني ما عندناش هاد 1 على 2، إذا خصني نعمل بواحد على 2، إذا UN مربع، إذا عملنا بواحد على 2 يعني هنا خصنا ندير 2 باش من بعد إلا نشرنا الاختزال غتبقى لينا خص 1. إذا نكون قد حصلنا على النتيجة، إذا عندنا 1 على 2 وهذه هي فان، إذا فان زائد 1 تساوي 1 على 2 فان، وهذا تعبير لمتتالية هندسية، إذا فان
هندسية أساسها واحد على اثنان. السؤال الموالي يقول استنتج ان بدلالة ان لكل ان من ان. إذن حساب ان بدلالة ان. إذن هنا إلا انتبهنا مزيان فغلقوهم ما طلبوش مني نحسب ان بدلالة ان. وباش نحسب يو ان بدلالة ان لان يو ان ما كنعرفش الرتابة ديالها او بالاحرى ما كنعرفش الطبيعة ديالها واش هندسية ولا حسابية. اذا ما يمكنليش نحسبها بدلالة ان الا الا حسبنا ان بدلالة ان. اذا اول حاجة غادي ندير هي غنحسب ان بدلالة ان. اذا كنعرف بان ان متتالية هندسية يعني تكتب على هذا الشكل. الحد الاول كي اس ان ناقص بي. والحد الاول بالنسبة لفان اذا كنعرفوا بان اكس و ان كتنسمي الان عندنا ف ان تساوي يو ان مربع ناقص ان. اذا خصني ديما نتابه للحد الاول شنو هو، واش هو في زيرو او في ان على حسب هاد التعريف اللي كيعطيوني. اذا حنا عندنا اكس و ان ينتمي الى ان، اذا الحد الاول غيكون هو ان زيرو. الا كان عطينا ان اطوال غتكون في واحد. اذا نحسبو في زيرو هنا فغنلقى هي يو زيرو كاري ناقص واحد، و يو زيرو كاري هي جوج، إذن هي أربعة ناقص واحد هي ثلاثة. إذن فان تساوي ثلاثة. الأساس لقيناه واحد على جوج أس أن. إذن الآن نحسبو يو ان، وحنا كنعرفو بأن ف ان كتساوي لينا يو ان مربع ناقص واحد. إذا يو ان مربع تساوي ف ان زائد واحد. حنا كنقلبو على يو ان، إذا ندير الجذر مربع باش نحيد المربع اللي كاين هنا. إذا غنلقاها هي ف ان زائد واحد، وفي الأخير كنعوضو ف ان بالقيمة ديالها اللي هي ثلاثة في واحد على جوج أس أن زائد واحد. وبذلك نكون قد قمنا بحساب يو أن بدلالة أن.